علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في المختصر: وحرم به وبالحرم تعرض بري وإن تأنس. قال الشارح رحمه الله: وإن تأنس البري، أي صار كالحيوان الإنسي بأن خرج عن طباع الوحش وألف الناس. يعني يحرم الحرم الذي سبق بيانه وحدوده، يحرم على المحرم وكذلك يحرم على غير المحرم داخل هذا الحرم. المحرم يحرم عليه مطلقا سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، وكذلك من كان في الحرم ولو كان غير محرم يحرم عليهما التعرض للحيوان البري. الله تبارك وتعالى يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وصيد البر قال ما دام هو أصله من حيوان البر يعني متوحش حتى ولو يعني تأنس ويعني جاء وصار مع الناس يعني، وإلا يعني كان هو أصله من البحر ثم صار يعيش في البر أيضا يحرم. فالذي يحل هو ما كان من أصله متأنسا وليس متوحشا، والذي يحل هو ما كان من صيد البحر ومن حيوان البحر، بمعنى إذا خرج من البحر يموت. الله تبارك وتعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه. ما دام هو من يعني حيوان البحر الذي لو خرج من البحر ومن الماء يموت هذا حلال، وإذا كان هو يعني يعيش في الماء ويعيش في البر هذا من صيد البر وليس من صيد البحر. قال: أو لم يؤكل كخنزير وقرد ولو مملوكا. يعني حتى ولو لم يؤكل، حتى ولو لم يكونش مأكول، خلافا للشافعي. الشافعي يقول يحرم هو المأكول، يعني بقر الوحش وحمار الوحش والصيود البرية التي هي تصاد وتؤكل، ولكن ولو يعني على وجه الكراهة مثل النمر والفهد والأسد وغير ذلك. لكن ما كان من الصيد البري مما لا يؤكل مثل الخنزير قال هذا لا يحرم قتله، لكن المالكية يقول كله حرام حتى لو كان هو محرم الأكل. ويقوم للجزاء على تقدير جواز بيعه. المحرم الأكل زي الخنزير ما دام حرام قتله معناها يعني يجب فيه الجزاء، والجزاء كيف يكون في مثل هذا؟ قال يقوم على جواز بيعه، كأنه يجوز بيعه، حرام بيعه لا يجوز وتملكه لا يجوز، لكن يفترض فيه أنه لو افترض فيه أنه يجوز بيعه كم يسوى كم ثمنه، فبناء عليه تكون قيمة الجزاء التي يجب على صاحبه أن يعطيها. أو كان البري طير ماء، أي يألف الماء ويلازمه ويعيش بالبر. هذا في طير يبقى دائما هو ديدنه وشغله الشاغل هو يلتقط الأسماك الصغيرة لتبال من سطح الماء على طول، يعني يقع عليها ويلتقطها ويمشي، يعني يعيش على الماء.
قال هذا لا يعد من صيد البحر، هذا يعد من البر، صيد البر لا يجوز قتله، إنما إذا كان بعض حيوان البحر يعني يخرج من البحر ويطير ولا يعيش إلا في البحر، هذا يعني يجوز أكله وصيده. وجزئه أي بعضه، فكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه كذنبه وأذنه وريشه. يعني ما يجوز لكش أنت لا تقتل الصيد كله، ولا يجوز لك تتعدى على جزء منه. يمشي نقول لك الريش هذا الطير كويس يصلح للزينة وله ثمن، تريد أن تأخذ ريشه ولا أن تأخذ شيئا من أذنه ولا مخلبه ولا غير من الأغراض، تريد أن تأخذه ظفره كله لا يجوز، لا يجوز التعرض له كليا ولا جزئيا. وبيضه، ولما كان التعرض وكذلك البيض، ولما كان التعرض للصيد حراما ولو باعتبار الدوام، نبه على حكمه بقوله وليرسله وجوبا إذا كان مملوكا له قبل الإحرام وكان بيده. يعني ملك الصيد البري حرام على المحرم، يعني حتى ولو كان قد ملكه قبل الإحرام ما يجوز له يصحبه، لا يجوز له أن يصحبه. من ملك شيئا من الصيد وأراد أن يأخذه معه في وهو محرم، قال هذا لا يجوز، لأن دوامه يعني ليس فقط الممنوع هو أن يتجدد ملكه له وصحبته له، بل ممنوع أيضا يعني استدامة ملكه له وصحبته له، يعني هو يملكه من الأول وأراد أن يصحبه معه في قفص أو بمقود أو كذا وهو محرم، أراد أن يحرم وقبل الإحرام يجوز له أن يصحبه وأن يضعه في قفص كان طائر ولا يقوده يعني بمقود، لكن بمجرد أن يحرم قال وليرسله، ما عاش صح له أن يعني يكون معه ولا يصحبه، بل عليه أن يرسله. يرسله لما يرسله معنى يزول ملكه عنه وهو محرم، ما عاش يقدر هو لو أخذه شخص آخر يعني لا يكون غارما له. أو بيد رفقته الذين معه في قفص أو غيره. يعني ما يجوز لاش يستمر في صحبته له حتى لو كان هو مع الرفقة متاعه، قال ما أخذوا أنتم خلاص يعني ما بيش نحمله، لأن المحرم لا يجوز له حمل الصيد أو عاملني في قفص وأنتم خذوه معكم ونمشوا مع بعض، قال هذا لا يجوز أيضا. فإن لم يرسله وتلف وداه. فإن لم يرسله وتلف وداه، إذا كان هو لم يرسله وقعد مصاحب ليه ومات ولا حد اعتدى عليه ولا كذا، بمجرد هو استمراره لصحبته ويجب عليه أن يتخلص منه، وإذا هو ما تخلص منه معنى يجب عليه الجزاء، وداه معنى يجب عليه أن يعطي جزاءه، لو قعد وتمسك به إلى أن مات هو فيده ولا تلف ولا اعتدى عليه أحد يجب عليه أن يعطي الجزاء، وهذا معنى وداه. وأما إذا كان مملوكا لغيره فلا يجب عليه إرساله منهم، وإن وجب عليه الأمر بذلك لأنه من باب الأمر بالمعروف. هم رفقة، إذا كان قلنا الصيد له هو وماسكينه هم رفقة آخرين، هذا ما يجوزش، لا يجوز له، بل يجب عليه أن يرسله. وإذا كان غير ملك لي ملك لناس آخرين فيجب عليه أن يأمرهم بإرساله من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هو لا يجوز له إرساله لأنه غير مالك لي. وإذا أرسله زال ملكه عنه حالا ومآلا،
فلو أخذه أحد قبل لحوقه بالوحش فقد ملكه، وليس لربه الأصلي أخذه منه. يعني وإذا أرسله، إذا كان مستصحب يعني صيد بري محرم عليه ومستصحب معه وقت الإحرام، قلنا يجب عليه أن يرسله ويطلق سراحه ويتركه يرجع إلى الوحش يتوحش ويخرج من الحرم. قال لو كان يعني لما طلقه أخذه شخص آخر وملكه، لأنه بمجرد إرساله يزور ملكه عنه، ما عاش عند عليه أي سلطان ولا يستطيع أن يبحث عنه ولا يضمن صاحبه. لو وقع في يد شخص آخر وبعدين بعد ما كمل إحرامه المالك الأول ووجد عند شخص آخر، هل يجوز له أن يرجع عليه ويقول له هذا ملكي لأنني أرسلت كنت لما أرسلت كنت معذور لأني محرم، الآن تحللت من الإحرام ونبي الصيد متاعي ونبي الحيوان متاعي، هل يجوز له ذلك؟ قال لا يجوز له ذلك. لماذا؟ قال لأن ملكه زال عنه، ولأن هذا الإحرام يعني شنو يعمل؟ يعني زال يزول ملكه عنه بمجرد الإحرام، هذا ما نول يرسله، يجب عليه أن يرسله لأنه صير غير مملوك له، ودام صار غير مالك له فمن ليس من حقه أن يرجع على من وجده عنده. لا، إن كان الصيد حال إحرامه ببيته فلا يرسله وملكه باق. إذا كان واحد هو وقت ما أحرم عند صيد بري في قفص في بيته وخرج من بيته وأحرم، فهل يجب عليه أن يرسله من بيته لأنه محرم؟ قال لا، هذا يختلف عن حالة ما إذا كان هو مصاحب لي في قفص مع رفقته، لأن من وضعه في قفص عند رفقته هو ملازم له وذلك يجب عليه أن يرسله. أما من كان في بيته فقد فارقه بمرض خروج من بيته، فارقه فإحرامه لا يؤثر، يعني بوجوده في بيته لا يؤثر على إحرامه. وهل عدم وجوب إرساله وعدم زوال ملكه مطلقا وإن أحرم منه أي من بيته وهو المعتمد أو محله إن لم يحرم منه وإلا وجب أو محله إن لم يحرم منه وإلا وجب إرساله؟ تأويلان. يعني في الأول أطلق حكم، قالك إذا كان هو عند صيد حيوان بري في بيته، قال هذا لا يتعارض ما يحرم له أن يحرم ويتركه في بيته. لكن هل هذا الحكم مطلقا سواء كان هذا المحرم أحرم من البيت أو مر على بيته اللي هو عنده فيه الحيوان البري والصيد البري، يعني حرامه صحيح حتى لو كان أحرم من بيته وغادره؟ قالوا هذا هو المعتمد، حتى لو كان أحرم من بيته، أو أن صحة إحرامه وجواز بقاء هذا الصيد في بيته مشروط بأنه لم يحرم من بيته، أحرم مكان آخر ولم يمر ببيته فهو بعيد عنا كل البعد. أما لو كان أحرم من بيته فمعنى هذا لا يجوز له أن يبقيه فيه. قالوا هذا هو غير الراجح، الراجح أنه يجوز له أن يبقيه في بيته حتى لو كان أنشأ الإحرام وبدأ الإحرام من البيت أو مر بالبيت، فهو لا يضر ذلك. أما القول الآخر اللي هو ضعيف، قال إذا كان هو أحرم من البيت فلا يجوز له أن يبقي هذا الصيد في البيت، بل يجب له أن يتخلص منه، والصحة مشروطة بأنه إذا أحرم من خارج بيته، لكن هذا ضعيف. والفرق على الأول بين البيت والقفص مثلا أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله، والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له. إن هذه إلا الفرق في أن من كان يصحب صيدا معه في قفص عند رفقته يجب عليه أن يتخلص منه وأن يرسله،
قال لأن هذا ملازم لي ويتبعه ومصاحب لي وهو محرم. أما إذا كان يملكه ويملكه في بيته فقد غادره وتركه فليس مصاحبا له، وإذلك لا يضره. هذا هو الفرق. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. وإذا حرم التعرض للبري فلا يستجد ملكه لا بشراء ولا بقبوله هبة أو صدقة أو إقالة. يعني المسألة الكلام الأول اللي كان يتكلم فيه يتكلم على شخص أنه هو مالك للصيد قبل الإحرام، يتكلم على استدامة ملكه له وصحبته له في الإحرام، وقال هذا لا يجوز ويجب عليه أن يرسله، يعني هو مالك له قبل الإحرام. لكن هنا تكلم على مسألة أخرى وهو استحداث ملكه للصيد، ولم لا يملكه قبل الإحرام وبعد ما أحرم، هل يجوز له بعد الإحرام أن يستجد له ملك للصيد؟ معنى واحد أهداله صيد، ولا أهداله باز، ولا أهداله صقر، ولا أهداله شيء من حيوان البحر ووهب له أو إن استودعه عنده أو وصل إليه به صورة من الصور، هل يجوز ذلك؟ قال لا، لا يجوز، لا يجوز له استدامته، لا تجوز له استدامته عنده، يعني إذا كان يملكه قبل الإحرام، ولا يجوز له تجدد طروه عليه بعد الإحرام. وأما دخوله في ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في قوله وليرسله. يعني في صورة أخرى أيضا دخوله في ملكه جبرا، يعني الميراث يدخل في ملك الوارث جبرا من غير اختيار، بخلاف الهبة ولا البيع ولا الشراء ولا الوديعة، هذه كلها برغبة صاحبها، إذا أراد أن يشتري يشتري، إذا أن يقبل الوديعة الهدية يقبل، إذا ما رأش ما لا يريد. لكن بالنسبة للميراث يدخل في ملك الوارث جبرا، لا يحتاج إلى إذن، حتى لو لم يقبل ولم يأذن هو داخل في ملكه، إلا إذا أراد بعد ذلك أن يتصرف فيه بهبة وغير ذلك، لكن هو يثبت في ملكه. فإذا دخل في ملكه بميراث أو نحو ذلك جبرا، قال هذا يدخل أيضا ممنوع ويدخل في قوله وليرسله، يعني يسمى مالك لي. وتقدم أن من يملك يعني صيدا وكان معه وقت الإحرام قال وليرسله، يجب عليه أن يرسله ولا يبقيه معه. ولا يستودعه بالبناء للمفعول، أي لا يقبله من الغير وديعة، فإن قبله رده لصاحبه إن كان حاضرا، وإلا أودعه عند غيره إن أمكن، وإلا أرسله وضمن قيمته. إذا يعني لا يستودع، لا يستودعه، يعني واحد جاء لمحرم وهو محرم وقال له خذ هذا الصيد وديها عندك لأنني ما عنديش نضع الآن، إذا كان حصل هذا الأمر وقبله يجب عليه أن يرده فورا ولا يجوز له أن يبقيه معه، وإذا ما وجدش صاحبه يعطيه لشخص آخر يوديه عنده، وإذا لم يجد يجب عليه أن يرسله ولا يجوز له استصحابه معه،
ويجب عليه جزاؤه أن يعطي الجزاء، لأنه كل من يعني يرسل حيوان وهو محرم ويطالب بإرساله معناه يطالب بجزائه. ورد الصيد المودع عنده قبل الإحرام إن وجد مودعه بالكسر ولم يقل ربه، مع أنه أخصر ليشمل وكيله. فإن لم يجده أو دعه عند حلال إن أمكنه، وإلا يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده بقي بيده ولا يرسله لأنه قبله. بقي بيده. وإلا يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده بقي بيده ولا يرسله لأنه قبله في وقت يجوز له، فإن أرسله ضمن قيمته. فليس قوله ورد مفرعا على ما قبله لتغاير التصوير كما علمت. في المسألة الأولى استودع المحرم، وضع عنده الصيد وديعة وهو محرم وليس حلال، وقلنا في تلك الحالة يجب أن يرده إلى صاحبه ويعني يودعه عند الحلال، وإذا لم يجد يجب أن يرسله ولا يلزمه الجزاء، إنما تلزمه قيمته لصاحبه. هذا من أودع شيئا، مودع صيدا في حالة إحرامه وهو محرم. لكن المسألة الثانية الأخيرة ذكرها أنه أودع الصيد وهو حلال، شخص أعطاه الصيد وديعة وهو حلال ثم أحرم ولم يجد صاحبه باش يرد له هذا الصيد، ولم يجد أو وجده ولم يقبله وليس هناك من يحكم عليه بالقضاء ويقبله يجبر على قبوله، ولم يجد حلالا يودعه عنده، قال في هذه الحالة ماذا يجب عليه أن يفعل؟ قال بقي عنده، يترك عنده. وكيف يترك عنده؟ علاش في المرة الأولى قلنا لا يجوز له أن يترك عنده ويجب عليه أن يرسله ويعطي قيمته لصاحبه، وفي هذه الحالة قلنا يبقى عنده. قال في هذه الحالة لأنه قبله من الأول بوجه جائز مشروع، لأنه لما قبله لم يكن محرما، أما في المسألة الأولى قبله وهو محرم وإذلك عوقب، يجب عليه أن يرسله ويتحمل قيمته ويضمنه لصاحبه وفي هذه الحال لما قبله بوجه مشروع ولم يجد صاحبه ولم يجد حلالا يضعه عنده وما عندهش فرصة، فبقي عنده يترك عنده، وإذا هو أرسله يضمنه لصاحبه. وفي صحة شرائه أي شراء المحرم الصيد من حلال ويرسله ويضمن ثمنه على الأظهر، فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده ولزمه رده للبائع قولان. يعني إذا كان الإنسان ومحرم واشترى صيدا، هل هذا الشراء صحيح وإلا فاسد؟ اختلفوا في ذلك، منهم ما قال الشراء صحيح وهو ابن حبيب، ومما قال الشراء فاسد وهو يعني قول ابن المواز في الموازية. وبناء على أن الشراء صحيح ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه يجب عليه أن يرسله، لأن الشراء صحيح ويجب عليه أن يدفع الثمن أو القيمة، اختلف هل يجب عليه
حتى مع أن الشراء صحيح، هل يدفع للبيع ثمنه ولا يدفع قيمته؟ الصحيح أنه يدفع ثمنه، وليش قالوا هنا يدفع القيمة وهو يعني شراء صحيح؟ لأن الشأن في الشراء الصحيح أن يدفع الثمن للقيمة. قال لأنه بيع مختلف في فساده، قيل صحيح وقيل فاسد. البيع المتفق فيه على فساده تجب فيه القيمة باتفاق، يعني ما لا يجب فيه الثمن، يرد البيع وتجب فيه القيمة. البيع المتفق على فساده يرد لبائعه وتلزم فيه القيمة وليس الثمن، يرد لقيمته اللي قبض، ما يرد لاش الثمن اللي قبضه. والبيع المختلف في فساده يعني يكون بالثمن. فهنا على القول بأنه بأن البيع صحيح معناه يعطي قيمته ولا ثمنه، والصحيح يعطي ثمنه لبائعه، ويجب عليه أن يرسله لأنه لا يجوز له أن يتملكه. وعلى القول بأن البيع فاسد، معنى شو معنى البيع فاسد؟ معنى البيع الفاسد القاعدة فيها أن يرد المشتري ما أخذه، فعليه أن يرده معنى هذا إلى بائعه، يعني ما يصح لاش، لا يجوز له أن يتملكه ويجب عليه أن يرده لأنه بيع فاسد. ف يعني في هذه الحالة يعني في فرق بين ما إذا كان حكمنا على البيع بأنه صحيح وبين فاسد. إذا حكمنا عليه بأنه بيع صحيح يجب عليه الإرسال، وإذا أبقى عنده يجب عليه الجزاء، وبناء على أنه بيع فاسد فيجب عليه أن يرده، وإذا هو يعني أرسله ضمن يعني قيمته لبائعه. ثم استثنى من حرمة التعرض للبري قوله إلا الفأرة ويلحق بها ابن عرس وما يقرض الثياب من الدواب والحية والعقرب ويلحق بها الزنبور أي ذكر النحل مطلقا كبيرة أو صغيرة بدأت بالأذية أم لا وغرابا أسود أو أبقع وهو ما خالط سواده بياض وحدأة بوزن عنبة فيجوز قتل هذه الخمسة لا بنية تذكيتها وإلا لم يجز وعليه جزاؤها. يعني هذه الحيوانات مستثنات من منع المحرم أو من هو بالحرم لقتل الحيوان والتعرض لحيوان البري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحية والحدأ والغراب ويعني في رواية والكلب العقور. فهذه الحيوانات لأنها ضارة فيجوز للمحرم أن يقتلها ويلحق بها كل ما هو ضار. قال يعني بنت ابن عرس لأنه يقرض زي ما يقرض الفار، يعني الحيوانات أو الأشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الفارة وذكر العقرب وذكر الحية وذكر الغراب الأبقع والغراب مطلقا، الأبقع اللي فيه سواد وبياضه هو سواد فقط، غراب من غير الأبقع، لأن وصف الطير طير إذا كان فيه سواد وبياض يقال له أبقع، يعني ما اختلط سواده ببياضه. فهذه الحيوانات يعني هي جاز التعدي عليها وجاز للمحرم قتلها لأنها مؤذية ويلحق بها كل ما هو مؤذي، يلحق بالفار يعني ابن عرس لأنه يقرض الثياب، ويلحق الزنبور اللي هو يعني يلسع النحل اللي هو نوع من النحل والزنبور لأنه مؤذي، ويلحق بالكلب العقور وكذلك السباع مكان يعني من السباع. ومراد بالقلب مراد بالكلب العقور وليس الكلب الإنسي المعروف اللي يربى في البيوت،
مراد بالكلب العقور هو السبع، بما كان سبعا. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عتبة بن أبي لهب، قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فأكله السبع، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم سماه كلبا. يعني الكلب العقور الوارد في الحديث ليس مراد به الكلب الذي يربى في البيوت، وإنما مراد به السبع، فهذا هو الذي يعني يحرم التعرض له. وفي جواز قتل صغيرهما أي الغراب والحدأة وهو ما لم يصل لحد الإيذاء خلاف، وعلى القول بالمنع فلا جزاء فيه مراعاة للقول الآخر. يعني هل الصغير من الأشياء هذه؟ والصغير يقصد من الصغير من الطير، صغير الحدى هي طير، لأن طير الحدى نوع من الطيور يعني ماكرة تنقض على فريستها وتخطفها في لمح البقر في لمح البصر، حتى يضرب بها المثل يقال أخطف من حدى سرعة لا يستطيع أحدا يعني يجاريها، فهي مشهورة بالخطف. وكذلك الغراب، فهل الصغير من الغراب وما الحدى أيضا يحرم قتله بناء على الاسم، لأن اسمها حدى واسمها غراب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل الغراب وتقتل الحدى، فمن تمسك بالاسم قال يقتل الصغير والكبير، ومن تمسك بالمعنى وقال الصغير من الحدى والصغير من الغراب يعني ليس فيه المعنى المحذر منه وهو الاختطاف ولا الغراب يعني ما يفعله الغراب، قال من نظر إلى المعنى قال يعني الصغير لا يحرم قتله، وحتى على القول بحرمة قتل الصغير منها لا يجب فيه الجزاء مراعاة للخلاف، لأن هناك من قال بالجواز في الطيور هذه. لكن فيما يتعلق بالحية والعقرب والفار الصغير والكبير سواء، لأن كله مؤذي، كله مؤذي، الصغير والكبير منها كله مؤذي، وذلك يجوز قتل الصغير من الفار ومن العقرب ومن الحية. ثم شبه في جواز القتل ما فسر به الكلب العقور في الحديث بقوله كعادي سبع كذئب وأسد ونمر وفهد إن كبر بكسر الباء، وقتلها لدفع شرها، فإن قتلها بنية ذكاتها منع وعليه جزاؤها. إذا كان هذه الأشياء هي مؤذية ويخشى منها فيجوز قتلها، وإذا كانت هي كبيرة وتؤذي، إذا كانت هي صغيرة لا تؤذي لأن هذه لا تقتل إلا لضررها، فإذا كانت هي من الأشياء الضارة والمؤذية يجب قتلها، وإذا هو ذكاها لأكلها فلا يجوز له ذلك، يحرم عليه ذلك ويجب عليه أن يعطي الجزاء. وكذا يقال في الطير والوزغ المشار إليهما بقوله كطير خيف منه على نفس أو مال ولا يندفع إلا بقتله. أي طير أي حيوان خيف عليه خيف منه على نفس أو مال كله يجوز، لأن هذه الأشياء الخمسة ذكرت هي أمثلة، وما كان يفعل ما كان يفعل فعل ما الحيوان كله يجوز قتله لدفع ضرره وأذاه، فيجوز قتل أي طير يعني يخشى منه الضرر. وكذلك الوزغ، الوزغ أيضا يجوز. نعم. وإلا وزغا، وإلا وزغا، لأن قال إلا بقتله ولا يندفع إلا بقتله، وإلا وزغا فيجوز قتله لحل بحرم
إذ لو تركها الحلال بالحرم لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر، وأما المحرم فلا يجوز له قتله، فإن فعل فليطعم شيئا من الطعام أي حفنة كسائر الهوام. فليطعم حفنة، يعني هذه الأشياء اللي هي ضارة من الطير ومن غيرها كلها يجوز قتلها، هذه مستثنات من النهي وأيضا مستثنى من النهي، وإلا وزغا معطوف على المستثنى. الوزغ يجوز قتله للحل إذا كان الوزغ في الحرم، واحد حلال موش محرم وجد وزغا في الحرم يجوز له قتله. والعلة والحكمة في ذلك أنه لو ترك، لو قلنا أن الوزغ هذا لا يجوز قتله لا للحل ولا للمحرم، معناها سينتشر الوزغ في الحرم ويؤذي الناس ويكثر كثرة شديدة. ولكن وضع له حل وسط، الحلال يجوز له أن يقتله بحيث أن ما يتكثرش هذا كثرة كبيرة، والمحرم لا ينبغي أن يتعرض له، وإذا تعرض له ينبغي عليه أن يطعم يعطي يعني زي ما يأتي الأشياء الصغيرة هذه يعطي عنها حفنة، يعني من الواحد إلى العشر يعطي عنه صدقة حفنة من الطعام. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله كأنعم الجراد بحيث لا يستطيع دفعه، قوله ثم شبه قوله ثم شبه قول في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله كأنعم الجراد بحيث لا يستطيع دفعه، فلا جزاء عليه في قتله ولا حرمة للضرورة. إذا عم الجراد كما هو معروف إذا هو هجم على مكان يتكاثر بالملايين أو مئات الملايين يغطي سطح الأرض، يعني في الحرم يعني لما يهجم الجراد في الحرم الناس لا يجدون مكانا يضعون فيه أقدامهم، كل يضع قدمه يكون على جراد، الأرض كلها مكسوة به. إذا كان الجراد عم هكذا بهذه الصورة وما استطاعش أن يتحفظ منه فلا شيء فيه، لا يجب فيه جزاء، ولكن إذا كان هو يمكن التحفظ منه فيحرم قتله، وإذا قتل منه شيء يعني فيه الجزاء، يعني الإطعام، يعني يطعم عن مقدار يعني فعله قتله منه. واجتهد المحرم في التحفظ من قتله، والواو للحال، وإلا يعم أو عم ولم يجتهد وقتل شيئا فقيمته طعاما بما تقوله أهل المعرفة إن كان كثيرا بأن زاد على العشرة. يعني إذا كان جراد عم والإنسان ما يجدش مكان يطأ فيه إلا وفيه جراد هذا لا حرج عليه لا شيء عليه، لأن الله تعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها، ما عندهش قدرة عن دفعه. وإذا كان هو ليس بتلك الكثرة يجب عليه أن يجتهد ويتحفظ منه، فإذا هو تحفظ منه وسلم لا بأس، وإذا هو لم يجتهد كان يمكنه أن يتحفظ منه ولم يجتهد ولم يتحفظ وقتل منه شيئا فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، يحرم عليه قتله في هذه الحالة إذا هو فرط ولم يجتهد،
وإذا قتل منهم الواحد العشر فيه صدقة حفنة، وإذا كثر وقتل منه أعداد كبيرة فيقوم بما يقوله أهل المعرفة. يعني قداش يعني ينبغي أن يكون الإطعام مقابل هذا العدد اللي هو قتله. وفي قتل جرادة الواحدة حفنة من طعام بيد واحدة إلى العشرة، هذا في قتلها يقظة، بل وإن قتلها في نوم كدود ونمل وذر وذباب ففيه حفنة بيد ولو كثر جدا، فالتشبيه في وجوب الحفنة من غير تفصيل، لكن النص أن في الدود وما بعده قبضة من طعام. يعني في فرق بين الجراد في حفنة من الواحدة إلى العشرة، إذا إنسان تعدى عليه، سواء كان قال في يقظة ولا في نوم ولا كذا ولا نسيان ولا غفلة، لأن كما تقدم في الفدية أن النوم والنسيان والغفلة لا يقصد لا يعني يسقط الفدية، يسقط الإثم فقط، لأن الناسي مرفوع عن القلم والنائي مرفوع عن القلم، مرفوع عن القلم في الإثم لكن في الجزاء وفي الكفرة غير مرفوع عنه. وفي الضمان لو إنسان نايم وكسر شيء لأحد شخص آخر ولا أتلفه فالضمان يجب عليه حتى ولو كان هو نايم ولو كان هو ناسي. فالنوم والنسيان والغفلة ترفع الإثم ولا ترفع الغرامة. ولذلك هنا قال له قتل الجراد حتى وهو نايم، فمن الواحدة إلى العشرة فيه حفنة من طعام، ومثل ذلك الأشياء الأخرى الصغيرة الدود والذر والذباب والمسائل هذه، قال هذه من غير عدد يعني ليس فيها تحديد من الواحدة إلى العشرة. في الأول قال فيها حفنة أيضا مثل الجراد، ثم قال لا، والمشهور والراجح أن فيها قبضة من طعام، والقبضة غير الحفنة، الحفنة هكذا اليد مملوءة، والقبضة أن يأخذ بأصابعه هكذا يقبض قبض على شيء من الطعام، يضع يده في الطعام ويقبض على ما تقبض عليه يده يعطيه، بخلاف الحفنة فهي أكثر من اليد الواحدة. والجزاء واجب بقتله أي الحيوان البري، وإن قتله لمخمصة أي شدة مجاعة تبيح الميتة. وإن قتله شدة مجاعة يعني يجب الجزاء، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام مساكين وعد ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يعني هذه أحكام جزاء الصيد، يتعدى على الصيد والحيوان البري بالصور الذي مر ذكرها ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الجزاء، وسيفصله الجزاء يعني كيف يكون. نعم. وجهل لحكم قتله أو لعينه، ونسيان أي نسي أنه محرم أو في الحرم أو نسي أن هذا صيد. وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا خرج مخرج الغالب ولا إثم في هذين كالمخمصة على التحقيق. يعني ومن قتل منكم يعني الجزاء يجب على من تعرض للصيد بالقتل والذبح ولا كذا، يجب عليه جزاؤه سواء كان فعله يعني عمدا ولا نسيانا ولا جهلا ولا بي صورة من الصور ولا نائم ولا كذا، كما قلنا إن الغفلة والنسيان والجهل ترفع الإثم ولكن لا ترفع الغرامة والكفارة. وقوله تعالى ومن قتل منكم متعمدا قالوا محمول على الغالب، يعني الغالب أن سلم يفعل هذا يفعله متعمدا، ولكن لا يمنع الجزاء أن الإنسان لو قتل ذلك غير متعمد. ومن قتل ذلك متعمدا
يعني هو وقت القتل لابد أن يكون قاصدا للقتل، فهذا المتعمد قد يكون الكلام محمول على ظاهره، لأن من يقتل وقت القتل هو متعمد للقتل، لكن اللي ذكرهم من النسيان والغفلة هو ناسي أنه محرم ولا جاهل أنه محرم، فهو الفرق يعني بين لا يرفع عنه العمد، يعني إنسان يقتل عندما يقتل وهو متعمد للقتل، هكذا هو حاله، ولكن لو افترض هو يعني قتل عمدا ناويا للقتل ومع ذلك ناسيا لإحرامه أو جاهلا أنه لا يعرف أن القتل ممنوع وكذا، هذه الأعذار يعني لا يعني ترفع عنه الكفارة والجزاء. وتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد كسهم رماه حل بحل، ومر السهم بالحرم أي فيه فجاوزه وأصاب صيدا بالحل فقتله ففيه الجزاء. يعني يتكرر الجزاء بكثرة الصيد، كان في اليوم الإنسان قتل 5 حيوانات، قتل نمر وفهد وغراب وإلى آخره وأسد وإلى آخره، الغراب مسموح به، فبكل صيد يقتله يجب عليه جزاء، قتل حمار وحش وبقر وحش وغزال وثعلب، وكل واحد بجزاء يعطي الجزاء متاعه. وتكرر بتكرر. وكذلك مسألة أخرى قال يجب عليه الجزاء لو إنسان أطلق سهم على غزال، الشخص اللي أطلق محرم خارج الحرم، هو خارج الحرم لكنه محرم، ولا حلال؟ حلال. الصورة هي مفترض شخص حلال، شخص حلال أطلق سهم على غزال خارج الحرم ومر السهم في طريقه، مر بركن من أركان الحرم، الأرض فيها حرم، قال لأنه انطلق كأن السهم انطلق من الحرم، لما مر منه كأنه انطلق منه، الدوام كالابتداء، على قاعدته الدوام كالابتداء، فيجب عليه جزاؤه. وكلب أرسله حلال على صيد بالحل تعين طريقه من الحرم، أي لم يكن له طريق توصله للصيد إلا من الحرم، فالجزاء وإلا فلا. يعني هذه صورة أخرى شبيهة لها، إنسان حل وعنده كلب معلم وأرسله لصيد غزال في الحل وما عندهش طريق يوصل له إلا من الحرم، فهذا أيضا يجب عليه الجزاء لأن الدوام فيه كالابتداء يسمى. أو قصر ربه وهو محرم أو في الحرم في ربطه فانفلت وقتل صيدا. يعني عنده كلب معلم للصيد ورابطه ولكن رباطه غير محكم، فانفلت من الرباط أو من يعني السياج اللي عنده وقتل حيوانا، فإنه يجب عليه أن يعطي جزاءه لتقصيره وتفريطه. أو أرسل كلبه أو بازه من الحل بقربه أي بقرب الحرم بحيث يظن أنه يأخذه بالحرم فأدخله فيه وأخرجه منه. بحيث يظن أنه يأخذه بالحرم فأدخله فيه وأخرجه منه فقتل خارجه فالجزاء. لو كان هو عند كلب معلم وقريب من الحرم ويظن أنه لو أرسله يعني يأخذ فريسته ويمر بها من الحرم ويخرج منها، حتى لو كان يعني لم يجده الفريسة فيه في داخل الحرم، فإنه يجب عليه جزاء ما دام هو يعني يشتبه ويظن أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا مر بها من الحرم. ولا يؤكل في الكل.
وجميع هذه الصور كلها يعني الضرب بالسهم متاعه ومر من الحرم، ولا بالكلب ومر من الحرم، ولا الكلب القريب، ولا الكلب اللي ولم يحكم رباطه وقتل صيدا. هذه الصور كلها يعني من قتل إذا يعني الكلب ولا السهم قتل صيدا فإنه لا يحل أكله، لأن صيد المحرم ميتة لا يجوز، بل هو أشد من الميتة. قال تعالى يقول وحرم عليكم صيد البر حرام، وهو أشد من الميتة. قالوا حتى من كان في مخمصة ووجد ميتة وصيدا فإنه يقدم الميتة، لأن الميتة تحريمها من وجه واحد وهو عدم ذكاتها، والصيد تحريمه من وجهين، تحريمه من حيث اعتداؤه على الصيد وهو حرام، الصيد في حد ذاته حرام، ومن جهة أنه ميت أنه لا يجوز قتله حرام، وإذا قتل ولو أن ظاهره صيد لكنه في الواقع ميت فهو محرم من جهتين، وذلك تقدم الميت عليه عند المخمصة والمجاعة. وأما لو قتله خارجه قبل إدخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه. إذا قتله خارجه يعني نفلت مقاتله ثم بعد ذلك أدخله الحرم فهذا يسمى يعني لأن القاتل والمرسل هو حلال، والمقتول والصيد قتل خارج الحرم، وبعد ذلك إدخاله الحرم لا يؤثر يعني يجوز أكله ويصير حلالا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله أولا وآخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.